هل بعد الإسكان والناس إن شاء الله لما تيجي تسكن في المشروع بنزود خدمات ولا خلاص اللي احنا عملناه وبنقف على بيبقى كده؟ بيبقى عندنا مخطط كامل للخدمات، في خطط جديدة للخدمات إن احنا نزودها؟ مظبوط، بيبقى عندنا احنا لا أي مجتمع بيتبني بيبقى فيه خطط وأماكن معينة للخدمات، بس الخدمات دي مش شرط تفتح كلها في وقت نفس في وقت الوقت واحد. ممكن بيبقى فيه سوق مثلا فيه في عدد محلات، مظبوط كده، عدد محلات مثلا بيفتح 2 3 بالتدريج بقى، بيبتدي مع كل مزيد سكان، كل ما يبتدي فيه يطرح طرح للوحدة دي نفسها في المحل أو في الأسواق دي. بنتكلم بقى في محور الإسكان المتوسط، وده برضو شغالين فيه بالتوازي، ده احنا هنا كده فوق متوسط، في سكن كل المصريين متوسط ودول هيبقوا 134 عمارة. دول احنا لسه في مرحلة الإنشاء، وصلنا فيهم لحوالي 20% وشغالين في جزء منهم تحت الطرح والإنشاء. اشرح لي تفاصيلها يا باشمهندس. دي هتبقى جنبي، يعني احنا هنا الموقع هي قريبة قوي من موقعنا اللي احنا فيه، قريبة من سكن لكل المصريين هنا. ده اللي فوق المتوسط، السكن لكل المصريين، المشروع التاني الآخر المتوسط. المتوسط مظبوط، ده قريب قوي لينا هنا. برضو المشروع ده فيه نموذجين، نماذج A و B، بيبقى بقى مستوى اقل شويه ومساحات بتبقى اصغر شويه من الفوق المتوسط. المساحات هناك طبعا الاسعار تبقى ارخص كتير فوق اكيد بيبقى في فرق في الاسعار. حضرتك طب اشرح لنا تفاصيلها. المشروع ده عباره عن في عندنا نموذجين، نموذج A و B، النماذج فيها مساحات متنوعه من 90 ل 120 متر، والنموذج الثاني اغلبيته 120 متر مساحات الوحدات. طبعا الوحدات كلها برضو مراعي او موضوع المصاعد في الوحدات دي، عشان الوحدات كلها عباره عن ارض وخمس ادوار، مراعيين الوحدات. برضو كان تصميم الواجهات تصميم عصري قوي مناسب للتطور اللي احنا فيه، يعني حتى احنا هنا لو لاحظنا الواجهه اللي موجوده هنا بنختلف كل شويه، بنحدث من الواجهات بتاعتنا، من التفاصيل الداخليه حتى بتاعتنا، كل حاجه بيحصل فيها تحديثات كتيره يعني. فحتى المتوسط مختارين له واجهات كويسه ومطلعينه بشكل كده تخيل ليها يبقى كويس جدا. عباره عن الوحدات هناك عباره عن ثلاث غرف وريسبشن وحمام ومطبخ، بيبقى طبعا مساحه اصغر شويه من النموذج اللي احنا فيه هنا. والله احنا يعني بنقول للناس ان احنا كلنا نبص على المساحات الصغيره، بقت جميله الفتره دي وموفره جدا. اكيد. انا مشكورة جدا يا باشمهندس على جولتك معانا هنا، ويعني المعلومات اللي بتفيدنا بيها، وان شاء الله اخر السنه دي نبقى عندكم نشوف المشروع خلصان على ارض الواقع. هتشوفوا ان شاء الله المشروع ده خلصان، وهتشوفوا المشروع التاني برضو، واحنا مستمرين مع بعض ان شاء الله في الزيارات المختلفه دي باذن الله. بشكرك جدا. نورتونا.